السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة هنجهز مع بعض المكان بتاعنا ونحاول نعمله واحدة واحدة كده ونخطط له مخططات حلوة ويبقى مكاننا أو استوديو التصوير بتاعنا المفضل إن شاء الله. تنسوش تعملوا لايك، إحنا اصطلحنا لكن لازم نعمل لايك. يلا نمسكوا الرف ده، أصلا هندهنه روتينات. انا بجهز الاستوديو بتاعي. مقدرش ان انا اجيبها اتربها على ستي، تمام؟ فانا بعمل بهدوء كده عشان خاطر الحساسية بس. عشان السميدات كده ترتيب ونرشها مؤقتا لغاية ما نحدد هنعمل فيها ايه. طيب حطينا مية ومسحوق كده ومعطر حلو قوي، المعطر ده بريحة الخوخ. نفتل المكان عليكم كل يوم الصبح يبقى فيه تفتيل. المكنة اللي اشتغل معانا الفترة الجاية ان شاء الله اللي هنعمل عليها الكنب البلدي والشولت وكل حاجة، هي عشان مكونة ففيها ايه كمية اتربة كمان نستعين كده بسلك المواعين ولا حاجة عشان نخليها نضيفة زي الاول. عشان نرجعها جديدة المكنة دي مهمة مهمة اوي اوي اوي، اهم حاجة في البيت. انا ما يهمنيش بوتاجاز يبوظ غسالة تبوظ، المهم عندي المكنة تبقى سليمة لان هي دي اهم حاجة بصراحة بتحبيها وبتتعلقي بيها جدا. طبعا ما تدخليش مية عشان الزيت، في حوض زيت تحت كده فخدي بالك وانتي بتنضفي فيها. وانا بنضف كده كنا دخلنا الكنبة البلدي اهي تراث وسحر الماضي
بجماله صراحة الكنبة المفضلة عندي. مش هنخرج عن مضمون قناتنا، هي قناتنا، ولكن هنطور من نفسنا، هنجدد من شغلنا. التجديد اللي تقبلوه اللي تحبوه مش هتبقى حاجة يعني خلاف اللي انتم متعودينه عليه معانا. بفوتة ناشفة رجعت اهي جديدة تاني، فوتة ناشفة. اوعي تحطي مية على المكنة اهي، رجعت كأنها جاية من الشركة. انا ليه ركناها؟ انا كنت شايلها الحبيبة، بس انا عندي مكانتي التانية بشتغل عليها نص كمبيوتر. الاثنين احلى من بعض يا جماعة، الاثنين احلى من بعض، عشان انا يعني غيرت النوع. لا الاثنين احلى من بعض، مفيش اختلاف. منساش هعمل لكم ان شاء الله فيديو عن المكان اللي انا بشتري منه القماش والخيوط والحاجات بتاعتي، خاماتي كلها ان شاء الله، وفرش الكنب اللي هنجيبه ونخيطه مع بعض، الستارة اللي هنجيبها ونخيطها مع بعض ان شاء الله، كله باذن ربنا سبحانه وتعالى. دي فرشة سنان الكنبة بتاعتنا، ده فرش مؤقتة، هنجيب الفرش نعمله مع بعض لان القماش طلب مني كتير فرش الكنب، فاحنا ان شاء الله هنعمله مع بعض. الجاهز اللي كنت كلمتكم عنه فتره، عملت لكم فيديو في القناه عنه، مكتوب تجربتي مع كسوه الانتريك جاهزه. دي التندات بتاعتنا برضو هنعمل لها كسوه مع بعض، كل حاجه هنا في المكان هنغير شكلها كله مع بعض ان شاء الله. دي السجاد ما كنتش محتاجاها، فقلت ايه نفرشها مؤقتا، بس هنجيب حصيره بقى عشان ايه الجو اللي انتوا عارفينه اللي انا عايزه اعمله ليه شكل معين كده في دماغي. ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم، ان شاء الله هيعجبكم، وده هيكون استوديو التصوير الخاص بينا اللي كل يوم هنتقابل فيه ان شاء الله. دي الطبليه، كل دي حاجات انا كنت ركناها لان جددت بعد كده، لكن انا ما يعني ما برميش حاجه، وكل ده يعني الحمد لله احتاجته دلوقتي في الديكور بتاعي اللي انا عايزه اعمله ان شاء الله. فانا ما اشتريتش حاجه، كل ده كان عندي زيادات، وزي ما انتم شايفين حالتها يعني انا عملت تجديد بعد كده للحاجات دي. برضو كانوا زياده عندي، هنشمع ده كده علشان بقى الويكه والفلفل المقلي والشكشوكه والحاجات بتاعت الصعيد الجميله شهر رمضان الكريم، وطبليتنا مودرن شويه، بس هنعيشكم الجو اللي انا عايزه في دماغي ان شاء الله. بصوا بقى انا مبسوطه يعني الحمد لله، حاسه المكان مريح وخاص بيا، وهنقعد على الطبليه هنا وهنخيط وهنعمل بطلوناتنا وشغلنا، والقله بتاعتنا جنبنا ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين المكان قد ايه بسيط، وازاي هنحوله مع بعض لحاجه حلوه قوي 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 ان شاء الله. اتمنى يكون موضوعنا الجديد عجبكم زي ما حضراتكم شايفين، انا مبسوطه اهو ان شاء الله، وهيكمل بيكم، واتمنى ان انتوا تكونوا معانا. تخيلوا بقى كده واحنا قاعدين وهنخيط، هنخيط هنا وهنفصل هنا وهنجاوب على الاسئله هنا، وكل حاجه هنعملها مع بعض ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولايك يكسر الدنيا، وشغلوا الدنيا بقى، شغلوا الدنيا بقى مش كده. يلا بترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.